سيكون المنتخب الوطني الجزائري على موعد مع مواجهة كل من تنزانيا وأوغندا في إطار الجولتين الأولى والثانية من تصفية كأس إفريقيا شهر جوان القادم، مع احتمال لعب مباراة ثالثة ستكون ودية مع منتخب من خارج القارة السمراء. ويبدو أن مدرب الخضر جمال بلماضي قرر بالفعل ضخ دماء جديدة في صفوف الخضر، إذ تشير آخر التقارير الإخبارية أن مدرب الخضر سيستدعي كل من يانيس هماش الظهير الأيسر لنادي بوافيستا البرتغالي، وحكيم زداد كالظهير الأيمن لنادي كليرمون فوت الفرنسي. وفي حال ترسيم استدعاء هذا الثنائي المذكور، فإن قائمة الخضر ستشهد تواجد 4 مدافعين على الأقل أعمارهم أقل من 26 سنة، إذ يتعلق الأمر بكل من أحمد طوبة، حكيم زدادكا، محمد أمين توغاي ويانيس هماش. ومن المنتظر أن تشهد قائمة الخضر كذلك غياب كل من جمال بالعمري ويوسف عطال بسبب ابتعاد الأول عن المنافسة بعد فسخ عقده مع نادي قطر، وغياب الثاني عن فريقه نيس لمدة طويلة بعد الإصابة. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.